النهارده هنعمل ساندوتش هوت دوج بالباربيكيو والكرفس. مكونات الساندوتش: هوت دوج مسلوق، كرفس، صوص باربيكيو، صوص تشيلي، مستارده وكرفس وكاتشب وشويه زبده. وسخنا شويه زبده، نسخن شويه زبده مع الزيت على النار، حطينا عليه شويه ملح، نحط الهوت دوج. نحط الكرفس، البصل الأخضر، الفلفل، رشة ملح، المستردة، شوية من صوص التشيلي، صوص باربيكيو، شوية من الكاتشب. كده ساندويتش جاهز، ساندويتش هوت دوج صوص الباربيكيو.